الدنماركي اللي فريق بروسيا دورتموند والعديد من الانديه الانجليزيه بتدور عليه، ايضا جاستن كلايفورد ابن النجم الكبير باتريك كلايفورد، بالاضافه الى سيم ديونج راجل هداف كبير اللي بيعملها لعيبه خط الوسط سواء تونسترا صاحب المجهود الوافر او فايلينا، الاثنين بيلعبوا جنب كريم الاحمدي اللي هو قائد الفريق وعنصر الخبره واعتقد هو همزه الوسط بين المدافعين والمهاجمين في هذه المباراه. بالنسبة لأجاكس أظن أن الطاقم من ساو باولو في الكلاسيك هو الموسم الماضي لعب مستوى عالي جدا وهو مصدر خطورة أياكس في المباراة الأخيرة تحديدا، لابد أن يكون في رقابة عليه من الظهير الأيسر هابس. إذا ما نتمناه أن يفي هذا الكلاسيك أجواء تعليق زميل أحمد أحمد تفضل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إطار مباريات الأسبوع مع المدير الفني جوفاني فان برونكورست. يعود صاحب الأصول الأنجولية وستيفن برغويس وإيرجنسن وجان بول بوتي البيت دفاع، فان دي بيك وشون وزياش في وسط الملعب ودافيد نيريس وكلاسيان هونتلين في تاريخ لقاءات الديربي بين الفريقين أو الكلاسيكو كما تحب في 38 مواجهة، وكان هناك 55 انتصار لفريق أياكس اللي سجل في مرمى فريق فاينورد في الدوري 253 هدف واستقبلت شباكه 181 هدف. ودي محاوله فرصة ليورجنسن اللي سجل هدف وحيد حتى الآن في الدوري في الموسم الماضي كان ليه 21 هدف. المدير الفني لفريق أياكس أمستردام رحل طبعا يعني فرانك دبور عن تدريب كريستال بالاس، هل يعود فرانك دبور من جديد لتدريب فريق أياكس قادم والتي ستكون أمام الفيل أمام كوت ديفوار؟ هناك طبعا في كوت ديفوار التعادل أو الانتصار أهداف على هذا الملعب، تعادل أمام زبولة على هذا الملعب، بينما لدينا انطلاق الآن ومحاولة لكن تبعد بضربة رأس من جانب دفاع فاينورد، تعود من جديد في محاولة خطيرة لمصلحة فريق أياكس أمستردام بانطلاقة تأتي من الجهة اليسرى، البحث الآن عن كرة عرضية لكن الكرة تبعد أندري أونانا. فريق أياكس لعب خارج ملعبه أربع مباريات في الدوري في هذا الموسم، فاشين جلادباخ أمين يونس بعد ذلك لعب لكازر سلاوترن وفي أياكس من الموسم قبل الماضي، ركنية ملعوبة على القائمة يورو اشترى عبده طبعا فريق فاينورد بعد موسم على سبيل العارة في الموسم الماضي. المتابعة الهجومية من جانب فريق أياكس دافيد عمل ايه في هذه اللقطة؟ عمل يعني شغل رائع جدا في هذه اللقطة ده، وتسديدة في اقدام المدافعين، شايفين البلوك الدفاع الرائع اللي اتعمل لهذه التسديدة، هذه روح الديربي، روح الديربي. اخر مباراة ما بين الفريقين يعني هدف في الدوري في الموسم الماضي ومباراة الدور الاول ما بين الفريقين على هذا الملعب. فاينورد الموسم الاول ليه مع فاينورد فاز بالكأس، والموسم الثاني ليه طبعا فاز بالدوري، وفي هذا الموسم توج بكأس السوبر الهولندي التي أتمها كلها بنجاح، لكن لا يزال يتعلم. عرضية خطيرة مرت من أمام هونتلر، مرت من أمام هونتلر هدباخ الآن إلى فريق أياكس أمستردام طبعا اللي خسر نهائي الدوري الفريق فاينورد، فريق طبعا اللي توج أيضا بلقب دوري أبطال أوروبا كأس الأندية الأبطال في الموسم. بطاقة صفراء يحصل عليها اللاعب اللي انتقل من كوبنهاجن لفاينورد في 2016 بمبلغ 3.3 وثلاث انتصارات لأياكس أمستردام. حكيم زياش، حكيم بالقدم اليسرى يلعب كرة في الأمام وفرصة ومرت الكرة إلى ركلة مرمى. يعني اليوم لو فاز في هذه المباراة هيعادل رصيد فريق أياكس من الانتصارات عليه على ملعبه في أياكس هنا على فاينورد في عقر داره. في تعود من جديد لماكسيميليان فوبر وانطلاقة ومحاولة من جانب فريق أياكس، مرور رائع، فرصة الآن للتمرير في الأمام لكلاس الصغير ناشئ نادي سان باولو اللي أتى لفريق أياكس أمستردام، منطلق خطورة أمين يونس، يا ولد يا ولد، إنقاذ رائع من جانب براد جونز لكن أمين يونس كان لازم يركنها على يسار حارس المرمى. الكرة في منطلق خطورة، براتش اختار كان هو الحارس الأساسي المباراة اللي خسرها فاينورد على هذا الملعب طبعا على حاكم المباراة من جانب الجماهير المحتشدة خلف مرمى الحارس دمياتي من جانب أمين يونس يلعب كرة في الأمام أمين يونس، حكيم زياش، زياش والتمريرة مرت بعيدة وصلت هناك على الجال لاسيشون من موسم 2012-2013 مع فريق أياكس، كان قبل ذلك في فريقين. ورمي التماس لفيرجيفر، يلعب رمي التماس في الأمام لزياش وخطأ وركلة حرة
لسفيان مرابط، ركلة حرة لمصلحة فريق أياكس أمستردام. نلعب في آخر 8 دقائق من عمر الوقت الأصلي للشوط الأول. كرة عالية من حكيم، رأسية خارج المرمى، ضربة رأس من جانب مجلس العمر 21 عام. هنانا في قمة تركيزه في هذه اللقطة، ودي محاولة لعكس الهجوم من جانب فريق أياكس. والحاضرين لمشاهدة هذه المباراة، لمشاهدة كلاسيكو الكرة الهولندية، فاينورد وأياكس، محاولة وانطلاقة تأتي على الجانب الأيمن. يبدو أنه يعني لاعب رقم 10 حكيم زياش قابلتها محاولة لعب الكرات البينية، ولكن رغم أنها كانت قليلة. نتحول مرة أخرى وجوات على فريق أياكس أمستردام في الدوري منذ يعني تهيئ الكرة من أجل التسديد، لكن مرت الكرة بأمان على مرمى الحارس أندري أونانا. محاولة من جديد في الأمام لدافيد، دافيد يلعب كرة لحكيم زياش. 4 انذارات شاهدناها في الشوط الأول. طبعا كلويفرت اللاعب السابق لفريق أياكس، اللاعب السابق لفريق أمين يونس، يلعب لحكيم زياش، مرر في الأمام حكيم، مرت الكرة إلى خارج الملعب، رمي التماس. الذي شون غير اتجاهاته طبعا في لمح البصر، شون ولعب تمرير على الجانب الأيسر لأمين يونس، لمسة مع حكيم زياش، أمين يونس، حكيم زياش، والكرة تعود، كرة في الأمام، فرصة، جول 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 جول. يسجل أول أهداف أياكس أمستردام في الكلاسيكو الدقيقة الخامسة. خطأ فادح في التمرير في طبعا الخطوط الخلفية لدفاع فريق فاينورد من جانب سفيان مرابط ودافيد. قلت أن في أقدامه كل المهارة، بكل تأكيد 34 عام، لكن لا يزال عطاء مستمر لهذا النجم الكبير كلاسيان. وحكيم زياش، حكيم زياش يستعد الآن لتنفيذ كل غرابة ركلة الجزاء التي احتسبت لفريقه في الدقيقة 10. شيء في هذه المباراة، بوتيوس، جان بول بوتيوس اللي سجل 3 أهداف في الدوري لم يفعل. أمين يونس، وضغط يأتي من جانب كريم الأحمدي، كان أفضل كريم الأحمدي هو اللي يسدد ركلة لفريق فاينورد اللي كشر عن أنيابه بعدما اهتزت شباكه بالهدف الأول في أو حارس المرمى هنانا. حتى الآن في هذه المباراة كريم الأحمدي لم يظهر بشيمونهم الذين يراوغون الحراس وليس العكس، عكس الأمور الآن هنانا. وكلاسيكو في هذا الديربي الهولندي، وكرة مخطوفة، البحث الآن عن عكس الهجوم، لكن حكيم، حكيم زياش يسقط، سقط حكيم في هذه اللعبة. حكيم زياش لعب مع إيراكليس الميلو وفاز عليه بأربع أهداف مقابل بثلاث أهداف مقابل لا شيء. انطلاقة سريعة، دافيد، دافيد نيريس، دافيد نيريس، جول جديد بجانب اللاعب دافيد نيريس. 2-1 الآن النتيجة، ليرفع مجموع صناعته من الأهداف الآن لثلاث أهداف، سجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف حتى الآن في الدوري. هذا النجم الشاب الصاعد الواعد ابن العشرين عام وضع فرصة الخطيرة على فريق أياكس أمستردام، لكن دافيد فعل كل شيء في هذه المباراة. هذه محاولة من جديد، وكرة خطيرة، وفي الدوري في الموسم الماضي كاسبر دولبرغ سجل في الموسم الماضي 16 هدف. بعد بضربة رأس من جانب اللاعب شون، شون يعود ليمنع هدف أكيد، يرجنسن اللي ضيع ركلة جزاء، لكنه عاد وصنع خط عريض وتتحدث عنها وتستفيد في الحد، يعني تم أن تتأخر بثمان نقاط عن المتصدي. ومحاولة عكس الهجوم تأتي الآن من جانب البديل لارسن، والكرة مخطوفة من حكيم زياش، حكيم زياش، حكيم زياش، مخطوفة، نجم المباراة، رجل المباراة الأول هذا اللاعب دافيد، حكيم زياش لدافيد، دافيد، 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 دافيد يا ولد، يعني نشر هدايا الآن في ملعب دي كوب، ووزع هدايا على مختلف لاعبي أياكس أمستردام. وادي تاني هدية، دافيد نيريس يسير على خطى نيمار وعلى خطى اللاعبين الموهوبين البرازيليين فيليبي كوتينيو ويعني أمثاله، لديه البرازيلي دافيد نيريس. هذه حكيم زياش خطيرة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا دافيد، الله.